الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى ذلك والفرس والسلاح ومن السلب. روى المصنف بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي وأنا رضا قال خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع في غزوة مؤتة. طبعا غزوة مؤتة هذه تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد بن حارثة فإن قتل الصحابة فطنوا إلى ذلك لأنهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي واحدا ثم يسمي الثاني إلا وهذه إشارة لأنه سيقتل. فقال على القوم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة. الحمد لله كان في القوم من خالد رضي الله عنه. تعلمون غزوة مؤتة غزوة عظيمة جدا الذي حدث فيها أمور عظام أمور حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم يقص ما يحدث في ساحة الوغى وهو على المنبر. كشف الله له الساحة ومؤتة في الشام. الروم بعظيم جيوشهم جاءوا إلى الشام و كانت المقتلة العظيمة فقتلوا زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب قتلوه حتى أنهم قطعوا يده اليمنى ويده اليسرى وقضوه نصفين وهو كل ذلك يأخذ بإيش يأخذ بالراية. وعبد الله بن رواحة والنبي يحكي لهم ويقص ما يحدث ويبكي ويبشر بدخول الجنة لهؤلاء. وعبد الله بن رواحة أيضا قتل ودخل الجنة معترضا. فيعني اتفقت كلمتهم على رجل بدري أن تكون الراية له هو لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم فارتضى عشان يقطع الخلافات فارتضى وأخذ الراية ثم ذهب إلى خالد بن وليد. وهذه يعلم جميع البشر أنه من كان يريد الله حقا إذن هذا طريق الله. المسألة ليست على زيد ولا عبيد ولا عمير ولا أحد. المسألة أنت تريد الراية إذن النظر للراية فقط. من كان في المقدمة كان في المقدمة من كان في الساقة كان في الساقة من كان في القلب كان في القلب الميمنة الميسرة حيثما وضع نواة لنصر المسلمين ولنصر الإسلام. وخالد ما كان يريد إلا ذلك أن يكون ناصرا ليش للإسلام والمسلمين. هذا هو الذي أريد بأهل الإسلام. لذلك لما كانوا مخلصين صادقين مكن الله لهم من القلوب ومن البلاد والعباد وعبادوا العباد لرب العباد حقا في مدة الوجيزة من عمر الزمن. فقال له استلم الراية. قال كيف استلم الراية 3 أشهر على إسلامي فقط. قال له أنت بدري. قال يا خالد والذي نفسي بيده ما أخذت الراية وأنت حق. هنا الإخلاص عزيز والإنصاف عزيز. ولذلك قلت دائما لابد للعالم وطلبة العلم وللداعي وللوعظ أن يدل الناس على أهل الفضل وعلى أهل العلم ويدل الناس على مجالس العلم الذي يستفيدون منها. لكن ترى الآن عجب من العجب يعني مسألة الراهب والغلام هذه ماتت غير موجودة أنا ابن جلى وطلع الثنايا هذا الذي عندنا حتى لو كان من تحت يدي والأجر يكون له لا جنبوه. يعني كان يقال فلان فلاني جعلوه في دائرة واحدة فقط ما أحد يعرفه إلا الدائرة عنده وخلاص ينتهي من ذلك. في بدايتها بعدما قال ذلك الله جعل له الصعيد والبعيد والقريب كله يأتي يجلس يلتف حوله ثم بعد ذلك نشر الله جل وعلا أنه عليم حكيم. المسألة هي أنك لابد أن يستقر في قلبك نصرة الدين بأي طريق كان. فلذلك أسلمها الراية لخالد بن الوليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الراية سيف شوفنا للمسلمين سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه كتب الله النصر على يده. وكان خالد بن الوليد الذي استلم الراية فطبعا حاز بهم حتى أنجاهم. المقتلة كانت عظيمة حاز بهم جعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. وفي الليل قال جعلوا الخيل إيش تعفر حتى يحسب قد جاء حتى يحسب القوم أن المدد قد جاء. فلما حدث ذلك رجع لما رجع حصبوهم بالحصى وقالوا يا فرار يا فرار.
فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح التعبير للدفاع عنهم. قال لا والله إنهم الكرار إنهم الكرار إنهم الكرار وأنا فئتهم، لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. فقال أنا فئتهم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من الروم وأخذ سلبة، وكان كثيرا، أخذ العبيد وأخذ الذهب وأخذ الأدرعة وأخذ الأسلحة، أخذ كثير من سلبه، فأخذه خالد منهم. فلما أخذه خالد منه ذهب إلى عوف بن مالك فقال له كيف أخذه منك، ارجع إليه فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب. فأعطاه بعد السلف السلب ولم يعطيه الباقي، فذهب إلى عوف بن مالك قال أبى علي أن يعطيني الباقي، أعطاني من السلب. فذهب إليه عوف قال أعطه، ألم تعلم بأن النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه؟ قال بلى، علمت أن النبي قال ذلك، قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقال له لكنه كثير، يعني السلب كثير جدا على أنه يأخذه. فأخذ البعض وجعله في الغنائم. اجتهد من خالد، ممتاز، هي هذه الذي نريدها، اجتهد خالد في ذلك. فجاءه عوف قال والله لأرمينك بها عند رسول الله. فذهب، فلما جلسوا جاء عوف فقال يا رسول الله أما رأيت ما فعل خالد؟ قال وما فعل خالد؟ قال حبس سلب فلان وقد قتله فلان. قال لما خالد لم تعطيه السلب؟ فقال إنه كان كثيرا يا رسول الله، إنه كان كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه السلب، فأعطاه. فقام عوف فقال أما قلت لك أنني سأرميك بها عند رسول الله؟ فقال له النبي تعال عوف ماذا قلت؟ قال قلت له كذا وكذا، وقص على القصة وقال سأرميك بها. فقال يا خالد لا تعطيه سلبا. فهنا الإمام فقال يا خالد لا تعطيه سلبا. فوقف عوف بن مالك ما استطاع يتكلم، وسمع وطاع للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء احتاروا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب، وخالد أخطأ في أنه حجز بعض السلب. قالوا هنا شوف عيوب مقاصد الشريعة، هذا أمير، ولذلك النبي قال ذلك، قال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر، انتم تاخذوا صفه الغنيمه وهذا يعني النصر وتبهجون بذلك، لكن كدر الامر كله هو يتحمله فوق راسي. طب ليه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له يا خالد لا ترد عليه سلبه؟ المساله كما قال علماؤنا ان خالد كان مجتهدا، ومن اخطا ومن اجتهد فاخطا فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فاصاب له، من اجتهد فاصاب له اجران، ومن اجتهد فاخطا فله أجل. هو أخطأ خالد لكنه اجتهد، كان مجتهدا، لكن لما قام عوف وتجرأ على الأمير وأمين النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا سيجرئ كل رعاية على إيش؟ على الأمير، فتهدم الإمارة. وبعدين ساحة الوغى تحتاج لحياسم عندما يقول يمين يمين يسار يسار، فالنبي أراد أن يبين أن الأمير لا أحد يرجعه بمثل هذه الطريقة، ولو كان الحق معه لابد من احترامي وتوقيري ولا يرجعه بهذه الطريقة. ولما كان السلب مسألة اجتهاد قال له لا ترد عليه يا خالد، لا ترد عليه سلبه، من أجل أنه يضع مكانة الإمارة عند خالد ويعلم. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا السفيه الذي لا يعلم أقدار النبلاء يضيع الأمة بأسرها، يضيع الأمة بأسرها، وهذا نعيش فيه، يضيع الأمة بأسرها ولا يفهم ولا يفقه، غبي غبي امتلأ غباء تضيع الأمة بمثله. ولذلك النبي قال أقيلوا ذوي ذئات العثرات، لما جاء الرجل أبو بكر قال له اقتص مني، قال لا يا أبو بكر، ربيع بن كعب الأسلمي، وكانت شجيرات بينهما الشجر يعني في سهم من أسهم الغنيمة، فقال هذه لي، والثاني قال لا هذه لي، فسبه أبو بكر. فقال له أبو بكر كان سريع الرجوع، فقال له اقتص مني، قال لا، قال قلت اقتص مني، قال لا، قال قلت اقتص مني والا لاستعدينك علي استعدين عليك رسول الله. فتعجب ربيعه وسكت. الذين مع ربيعه من الانصار قالوا له اجعله يفعل ذلك وسناتي معك وسنقول لرسول الله على ما فعله، يعني هو المتعدي. ربيعه كان افقه،
قال اصمتوا لا يسمعكم أبو بكر فيغضب أنكم معي فيغضب فيذهب إلى النبي فيغضب النبي لغضب صاحبه فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. فقه راقي فقه راقي. انظر إلى ما هو أعجب من ذلك وأفقه من ذلك. لما جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا كنت أظلم يا رسول الله، حدث مني كذا بعجلة على ربيعة، فقلت له اقتص مني. قال لا، قال لا يا ربيعة، شوف يقر، لا يا ربيعة بل قل غفر الله لك أبا بكر. الله أكبر، غفر الله لك أبا بكر، غفر الله لك أبا بكر. علمت الدنيا بأسرها مكانة أبا بكر. هو هذا لابد أن يفهم هذا الباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا ذوي الهيئات أو أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، ما دام ما في حد من حدود الله جل وعلا فجنبوا ذوي الهيئات العثرات. لكن الذي لا يفقه كما قلت، الذي لا يفقه تراه إيش؟ تراه يسبح في ظلمات يريد بها قطع طوق النجاة عن هذه الأمة. شوف النبي كيف فعل من أجل خالد، كيف فعل من أجل خالد؟ إيش قال له؟ قال يا خالد لا ترد عليه، ما تدهوش السلام، لا ترد عليه، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر، يعني لابد أن تحفظوا لهم فضلهم فيما يفعلون في هذا الباب. ولذلك عمر نفسه لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، مع أنه كان أظلم، أبو بكر قال بالتصريح أنا أظلم، لما اشتد عمر الخطاب وأراد أن يستسمح فلم يسمح عمر ذهب أبو بكر. عمر أراد إيش؟ خلاص لا 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 نتعليكته، ورق قلبه وأراد أن يرجع إلى أبو بكر، فذهب إلى بيت أبو بكر فقال أثم أبو بكر هنا أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى إيش؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رفع الثوب، كان متضايق أبو بكر، رفع الثوب فلما نظر النبي إليه وكانت ركبته ظاهرة والركبة ليست عورة، فقال أما صاحبكم فقد غامر فرصة المؤمن، وهذا نبي يأتي الوحي. فجاء أبو بكر فقال له، فلما جاء عمر تمعر وجه أبو بكر، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر صاحب، هو الوزير الثاني، دي الوزير الثاني، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الله قدر ذلك لتعلم الدنيا أين أبو بكر وأين عمر حتى. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دخل عمر دس أبو بكر، خشي المسألة يكون فيها مفسدة وأن عمر النبي لن يسكت عنه، فقال له كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله، كنت أظلم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر هلا تركتم لي صاحبي، كل دول صحابة، هلا تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذبت وقال صدقت. شوف السبق، شوف حفظ الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الحر وإن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. أسافل لا يعرفون فضل الفاضل فيرتقون مرتقا صعبا، من أجل إيش؟ من أجل أن يمكنوا للشيطان ولأهل البدع والضلالات. نعم، فقال هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت. صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر. قال وساني بأهله وماله، كل من أبي بكر عبكت أبيه كان للدعوة إلى الله جل وعلا، يعطق هذا ويعطي هذا كل المال. قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ولا نعم الناس نحن نعيش مع، ما أدري ما ماذا أقول، لكن أقول نعم العيش إن كنا نعيش مع هؤلاء. الفوائد المستنبطة: تعظيم الأمير أو الوكيل من تعظيم ولي الأمر. المجتهد لا يلام في كل أحواله. من حسن الإسلام إنزال الناس منازلهم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.